اسف تاخرت عليك. تتاخر على شغل، تتاخر على جامعه، بس ما بتتاخر على واحد عنده كامل الصلاحيه انه يمحيك. والله بعتذر بس ليش والله عندي وقت اسمع مبرراتك؟ جبت البضاعه. بس مش كامل. الظاهر انه انت بتفكر ان احنا بنلعب. والله ما بلعب. طالما التصفيه وصلت. لا بالله عليك لا بترجاك. Please forgive me for this. I won't ever go out. عرفت كوش؟ بشوفكم كثير. هسه بدي موت. اي ضغط. والله كنت عارف المفروض هسه انا اخاف وارجع، بس انا ما خفتش، انا يعني قلبي قوي. انت عامل لي كمان حالك عامل مسدس وتطلع علي. اذا انت اي خلاص الغباء بيجي بالدرزن يعني، ولا انا مش مساهم؟ يا الله يما انا خفت بده يضغطني. يا اي اي والله بتوجع. سخنه حيفضح. عرفت نزل الحجد. والله منشن اسمي ايمن، اكتبوا لي في الفيديو في المونتاج.